دكتور خلدون، الصحف الغربية يا سيدي بدأت تتبنى مؤخراً رواية الغرب المخدوع المصدوم في نتنياهو، ألا تجد بأنها رواية مبتذلة بعض الشيء يتم ترويجها للنأي بأنفسهم من التورط بجريمة الإبادة الجماعية؟ وهل فكرة تصديق أن نتنياهو خدعهم بالفعل، هل تعفي الغرب من المسؤولية القانونية لما حدث في غزة من قتل وتدمير؟ الكرام، يعني الغرب ليس كتلة واحدة حقيقة، وحتى حينما نتحدث عن بلد مثلا مثل فرنسا فهناك مواقف مختلفة عبر الزمن ومع اختلاف الرؤساء حول الموضوع. بالنسبة للحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو اليوم، هي تسبب بالعموم حالة من النفور لدى القادة الأوروبيين. طبعا هذا لا يعني أن كل أوروبا بهذا الموقف، هناك أحزاب اليمين المتطرفة وبخاصة أحزاب اليمين التي راجعت مقولاتها المعادية لليهود والتي صارت تزاود على المتطرفين في هذا الموضوع، لكن إذا وجدت في نتنياهو وجد نتنياهو بها يعني نوع من التزاوج المحرم، وهذا ما يجعل لنتنياهو نوعا من الشعبية لدى أحزاب اليمين. إذن علينا أن نميز، هناك بلدان تختلف مواقفها قربا أو بعدا من إسرائيل أو من القضية الفلسطينية. الكثير من دول أوروبا اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة، وهناك ضغوطات في دول أخرى، لكن بالعموم القضية الإسرائيلية التي هي وليدة أوروبا، وليدة الأزمة الأوروبية بشكل كبير، يعني تراجع الاهتمام الأوروبي بها لصالح الاهتمام الأمريكي، أصبحت ابنة أمريكا، أصبحت ولاية أمريكية، الولاية 51 وربما الولاية رقم 1 في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي علينا أن نميز. لكن في ضوء الواقع الحالي الآن ومع كل تصرفات نتنياهو، ليس الكذب يعني أكثر مشاكله، هو ربما أقل مساوئه. هناك مشاكل كبرى، التطرف، كل ذلك يحرج أوروبا اليوم ويجعلها بالعموم مبتعدة عن نتنياهو. ونعم، يعني أتفق مع ضيفك، أوروبا التي حققت السلام بعد حربين عالميتين راح فيها ضحيتها الكثير من الأوروبيين، صدرت الحروب إلى الخارج، وبالتالي يعني هذه الحرب أيضا تدار بأموال وأسلحة أوروبية، وبالتالي نعم هناك نوع من النفاق، تصريحات خجولة وفعل لا يوازي مثل هذه التصريحات، رغم فقط لحظة ماء الوجه.